محمود حسن خلف من أهالي قرية طفتيان من ناحية القاش قضاء تكيف. أنا صار عندي ظهري كان يوجعني فقراتي صار لي 10 سنوات، وطول عندي ورحت على الدكتورات بالعراق والعلاجات وهذا وما فات. أنا سألت الجماعة، خبرت الدكتور محمد في الهند أفضل ترجمان، ودزيت الإشاعات وفحوصاتي، انطاني قال لي خليه يجي الهند، انطاني 98% النتيجة نجاحها. وجيت على الهند وسووا لي عملية، وهسه الحمد لله أقدر أمشي بعكاس وبلا عكاس، والحمد لله سير خير والحمد لله أمشي وأريد. أتمنى أي واحد يصير عنده فقرات يجي هنا يوم دكتور محمد الدكتور أرتر سوي عملية. أنا جدا جدا ممنون من دكتور محمد ومن دكتور أرتش، جدا ممنون من عندهم وشكرا.